أعزائي الطلبة والطالبات، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم ولقاء جديد لمراجعة سكراتش للصف السادس المتوسط. واليوم لقاءنا مع درس العمليات والمتغيرات، فلنتابع. إن العالم من حولنا عزيز الطالب في حالة حركة مستمرة وتغير دائم، فتجد مثلا في بلد ما هناك فصل الصيف وبلد آخر في فصل الشتاء، تجدها تمطر في بلد ولا تمطر في بلد آخر، والشمس هناك ساطعة. حتى الفصول، هناك من يحيا في فصل الصيف بينما آخر في قطر آخر تجده في فصل الشتاء. حتى الوقت، تجده مثلا هنا في وقت الظهيرة، وفي الشرق الأقصى تجده في الليل، وفي الغرب تجده في بداية اليوم. والحرارة أيضا عزيز الطالب تجدها خلال اليوم تتغير انخفاضا وارتفاعا ومن مكان إلى آخر. إذن التغير هو سنة هذا الكون الذي نحيا فيه، ومراقبة المتغيرات يعتبر أمر هام لإدارة حياتك. فتجد من يستطيع أن يدير متغير الوقت مثلا في حياته، تجده منظم ينجز ناجح، على عكس من لا يستطيع إدارة متغير الوقت. إذن نحن نتحدث اليوم عن المتغيرات، والمتغيرات هنا في سكراتش هي أسلوب آخر لإدارة سلوك البرنامج ورصد القيم التي تتولد في هذا البرنامج. فمثلا في بداية هذا اللقاء رأيت سالم وهو يذهب كل يوم يضع في صندوقه دينار. الصندوق هو المتغير، هو كيان له اسم ولكن قيمته متغيرة. هو اسم الصندوق، دائما اسمه صندوق سالم، صندوق سالم، ولكن اليوم تجد به 4 دنانير، غدا قد يكون 6 أو قد يكون 3. إن هناك فرق بين اسم المتغير ومحتوى هذا المتغير. يعني اسم المتغير هو هنا صندوق سالم، هذا الصندوق خاص بسالم، أما محتوى فهو ما يوجد في داخل هذا الصندوق، قد يكون فارغ، يزيد يقل مع الوقت. أيضا لدينا الساعة، الساعة هي وسيلة ابتدعها الإنسان ليدير الوقت، دائما اسمها الساعة، لا يتغير اسمها ولكن تتغير قراءتها. تسأل كم الساعة الآن؟ 7 صباحا. كم الساعة الآن؟ 6:30. هي دائما اسمها الساعة ولكن قراءتها متغيرة. هذا هو ما نتحدث عنه في لقائنا اليوم، وهو مبدأ المتغير. شاهد معي عزيزي الطالب هذه اللعبة. هذه لعبة سالم يجمع الدنانير. عندما نقوم بتشغيل اللعبة تجد الدينار يتحرك وسالم يتحرك بالأسهم يمينا ويسارا، وإذا وصل إلى الدينار تجد صندوق سالم يزيد بمقدار 1. هذا المتغير هو متغير اسمه صندوق سالم، دائما صندوق سالم، لا يتغير الاسم ولكن قيمته تتغير باستمرار. هذا البرنامج استخدمنا في تنفيذه مبدأ المتغير. هذا ما سوف نشرحه معا الآن.
عندما يصل هذا المتغير إلى 10 تظهر هذه الورقة ذات العشرة وتنهار. جميل. هيا نشاهد كيف قمنا بعمل هذا البرنامج. لدي الآن 3 كائنات، كائن اسمه دينار، وكائن اسمه سالم، وكائن اسمه 10 دنانير. لنركز الآن مع سالم. سالم لا يفعل شيء إلا يتحرك يمينا ويسارا عند الضغط على العلم الأخضر، فإنه يكرر باستمرار أمر. هذا الأمر من الدرس السابق وهو التحسس، إنه يختبر باستمرار هل السهم الأيمن مضغوط. إذا كان السهم الأيمن مضغوطا فإنه يتحرك 5 خطوات، وإذا كان السهم الأيسر مضغوطا فإنه يتحرك سالب 5 خطوات. سالب هنا هو مبدأ في الرياضيات، تعني العكس. إذا كان التحرك يكون يمينا فإن سالب يكون يسارا. إذن لنشاهد، هذه هي داخل كرر باستمرار الاختبار الأول، هل السهم اليمين مضغوط. هذه الثانية داخل كرر باستمرار، هل السهم اليسار مضغوطا. والاثنين نربطهم مع بحدث عند النقر. فلنشاهد هكذا، يتحرك يمينا يتحرك يسارا. نأتي الآن إلى الدينار، كائن الدينار، وهو عليه أمور أكثر قليلا. أولا، ما سيفعل هذا كائن الدينار عند الضغط على العلم الأخضر؟ هل رأيت هذه اللبنة من قبل؟ اجعل سالم، صندوق سالم يساوي 0، هذه لبنة المتغير. لدينا هنا مجموعة اسمها البيانات، يوجد فيها زر اسمه إنشاء متغير. إن ضغطت على هذا الزر يظهر هذا الحوار، أكتب هنا اسم المتغير، صندوق سالم، درجة الحرارة، أيا كان. لنفترض أن هذا المتغير حذفناه وهو غير موجود. الآن أريد أن أنشئ متغير وأسميه صندوق سالم. الله موافق. بمجرد ضغط على موافق ظهر هنا اسم الصندوق وبجواره علامة صح. إن ضغطت عليها ظهر، إن ضغطت عليها مرة أخرى اختفى. هكذا أستطيع تحريك المتغير بالفارة في أي مكان حسب تصميم المشروع. ثم ظهرت 4 لبنات. واحدة، اجعل صندوق سالم يساوي 0، أي أيا كانت الأرقام في داخل هذا الصندوق اجعلها 0. أيضا غير صندوق سالم بمقدار 1، يعني يا برنامج إذا وجدت في صندوق سالم 6 اجعلهم 7، إن وجدت 8 اجعلهم 9، غير بمقدار 1. وإذا وضعت غير بمقدار ناقص 1، إذا وجدتهم 6 اجعلهم 5. هذه أظهر المتغير وأخفي المتغير، بالضبط مثل هذه، أخفي المتغير. هل لاحظت؟ لقد اختفى، لقد ظهر. الآن ماذا يفعل الدينار هذا الكائن عند نقر العلم الأخضر؟ فإنه يجعل صندوق سالم يساوي 0، لعبة جديدة، بداية اللعبة اجعلها 0، ثم اظهر أيها الدينار واذهب إلى هذا المكان في الأعلى. هذا المكان هو إحداثيات سين تساوي 0، يعني في المنتصف، وصاد 150 في الأعلى. هكذا. إذن هذا أمر جميل. هذا الدينار مثلا عند البداية لقد ظهر هناك وذهب إلى المكان. ماذا يفعل أيضا؟ فإنه يكرر باستمرار بعض الأمور. أول أمر هي الاستدارة والحركة التي تجدها هنا، هذه يستدير 3، يتحرك 5، يرتد عند الحافة، هكذا. هذه هي أمور الحركة لكائن الدينار. جميل. فلنقف.
ماذا أيضا داخل هذا التكرار؟ أثناء سيره بهذا المنظر هو يسأل نفسه باستمرار، هل لامست سالم؟ هذا هو السؤال، هذا درس التحسس الماضي. هل لامست سالم أثناء الحركة؟ وهو يتحرك يسأل، إذا لامست سالم ماذا أفعل؟ أذهب إلى المكان العلوي ثم أختفي وأغير صندوق سالم بمقدار واحد. لماذا؟ كان الصندوق صفر، الآن لامست سالم أي أن سالم حصل عليه، والآن أصبح داخل هذا الصندوق، فالصندوق أصبح يتغير بمقدار واحد، كان صفر أصبح واحد، كان واحد أصبح اثنين، كان اثنين أصبح ثلاثة، وهكذا. ثم يشغل هذا الصوت، يا يعني لقد حصلت على الدينار، يا هكذا. فلنربط هذه اللبنات معا وندخل هذا داخل التكرار، لأنه يتم الاختبار تكرارا ومرارا، وأضعها في هذا الحدث. الآن تجد المتغير يزيد، اثنين، ثلاثة، عظيم. الآن ماذا عن هذه العشرة دنانير؟ هذه العشرة دنانير لا يجب أن تظهر في بداية التشغيل، بل تكون مختفية هكذا. عند بداية التشغيل، عند نقرأ العلم الأخضر، يا عشرة دنانير، يا أيها الكائن، أنت تسأل، تكرر باستمرار أمر معين، وهو إنك هل أصبح صندوق سالم يساوي عشرة؟ أنت ترصد هذا الصندوق يا كائن، يا ذات العشرة دنانير، عينك على هذا الصندوق، واسأل بشكل مستمر، اسأل، إذا صندوق سالم يساوي عشرة، عجل، إذن اظهر، وبعد أن تظهر، شغل هذا الصوت، وهو صوت الكليبينج. لقد حصل سالم على عشر دنانير، وأوقف اللعبة، وإلا إذا لم يكن هذا الصندوق يساوي عشرة، ظلك مختفيا، ويوضع هذا داخل التكرار، ثم يربط حدث العلم الآخر. الآن عندما بداية التشغيل، انظر، كانت سبعة، كان الدينار هنا، انظر ماذا سيحدث، سيتحرك الدينار إلى أعلى، ويصبح الصندوق صفر، هكذا. سنحرك سالم ليجمع الدنانير. من الذي يرصد قيمة الصندوق الآن؟ هو العشر دنانير، الكائن، هذا الكائن هو من يرصد صيغة، لن يظهر إلا إذا ظهرت قيمة عشرة داخل الصندوق. وصلنا إلى سبعة، أوشكنا على الإنترنت. الآن وصلنا وظهرت العشر دنانير، وحصل سالم على العشرة دنانير. أريدك أن تعرف شيء، صندوق سالم وهو المتغير، ما هذا؟ هذه هي العمليات. إذا كان هذا المتغير فهو قيمة، أريد أن أقارن، هل يساوي كذا؟ هل أكبر من كذا؟ هل أصغر من كذا؟ هل إذن هذه هي العمليات، وهذه العمليات هي مجموعة من اللبنات تساعدني على التعامل مع المتغيرات. إذا وجدت مثلا هذه تجمع صندوق سالم زائد عشرة، كم صاروا؟ يصبحوا عشرين. سالم زائد عشرة يساوي عشرين. انظر، إذا أردت الجمع فهذه تنفذ الجمع، وهذه للطرح، وهذه للضرب، وهذه للقسمة، وهذه تختار رقما عشوائيا بين قيمتين، فإذا ضغطت عليها أعطاني سبعة، المرة سبعة، أخرى عشرة، أربعة، ثلاثة، وهذه نستخدمها في الألعاب. أيضا هذه الأشكال، وهي للمقارنة المنطقية، نعلم أن القيم يا إما أكبر من، يا إما أصغر من، يا إما تساوي. هناك أيضا أنواع أخرى من العمليات، وهي الشرط، الربط، و أو ليس. هذه العمليات للربط المنطقي، للشروط. إذا حدث شيء وشيء آخر فلنفعل شيء، إذا لم يحدث شيء
وهكذا. الآن نحن نريد أن نقارن قيمة المتغير صندوق سالم بقيمة العشرة، هل هي تساوي عشرة أم لا؟ أذهب إلى العمليات وأحضر اللبنة يساوي، وأضع هنا صندوق سالم وأكتب هنا القيمة عشرة التي أريد أن أقارن على أساسها، ثم أضع هذا الشرط في داخل إذا صندوق سالم يساوي عشرة اظهر وأنهي اللعبة وأظهر صوت التصفير. هذا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم قريبا، وأتمنى لكم أوقاتا سعيدة وإلى اللقاء.